السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. السلام عليكم. طيب لا بأس بنتي الله يبارك فيك. لا الحمد لله الله يرحم والديك. فرحانة من شد لي الخط. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك بنتي. بغيتك تدعي معايا الله يرحم والديك 14 عام هذه زوج أم ووالداش. الله أكبر. وحده وواحد مسكينة فيها صحيح مره تدعي معاها. لا إله إلا الله. دعي زوجتي زوجي كبير وغادي يرحم الوالدين كيف بنتي؟ الزوج ديالي كبير بغات تدعي معاه يبقى في كنيس الله يرحم الوالدين يا ربي يا كريم يا ربي لا اله الا الله فاطمه قولي لنا بنتي 14 عام ايش درتي باش تولدي؟ مشيت للطبيب شو مهم قاعد مشيت تقولي كدير كنديروا والاطباء الاختصاصيين من غير العشابه زرتيهم كذلك؟ مشيت عندهم عمليه لا اله الا الله وفاطمه كيفاش كتشعري الان ملي كتشوفي بعض الاسر عندهم ولاد صغار خصوصا في عيد الموليد او في الدخول المدرسي او في العطال وانت ما عندك وليدات اش عندي تنشوف مره تنبكي تنبقى نقول الحمد لله اش عطاني الله قابل لي لا اله الا الله نتمنى من الله يفرحني وامنيتي يكون عندي وليدات ولا ما بغاش الله ما عندي من لا غادي يبغي الله تعالى ربي ربي لطيف بالعباد وكريم سبحانه وتعالى الله يكمل لك رجاء لنا الله يكمل لك رجاء شكرا لك بنتي اسعدك الله تعالى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذه ربما حذ المكالمة أيها الأحباب تذكرنا جميعا بنعم الله علينا لا شك أن الأغلبية العظمى منا عنده أولاد وبنات وهذه نعمة ربي أعطاها لنا ملي كنسمعوا مكالمة كهذه. هذه كتقول لك 14 سنة ودارت الأسباب وأنفقت الأموال عند الأطباء وعند العشابين وبما أعطاها وليدات غنعرفوا نعم الله علينا كم وفر علينا الله تعالى من لحظات حزن وكم وفر علينا من من أموال ننفقها عند الأطباء وعند العشابين وعند غيرهم كم كم, كم وفرنا الكثير وهذا يدخل في باب الشكر للنعم دائما الإنسان يعدد نعم الله عليه ويكثر من شكرها فإن شكر النعم يحفظها من الزوال فنسأل الله تعالى أن يكرم الجميع بالذرية الطيبة الصالحة فاطمة ربي سبحانه وتعالى اسمه الوهاب. الوهاب هو يعطي بلا حساب. واسمه الخالق. واسمه المصور. واسمه المبدع. فندعوه باسمائه الحسنى. الله سبحانه وتعالى قال لنا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ملي كندير الاسباب عند الاطباء وعند العشابين وعند كل من عنده خبره التمس منه منفعه. كنجرب على ربي سبحانه كدير السبب والكمال على الله تعالى الان وقد طرقت جميع الابواب راه الباب الاساسي والمهم هو باب الله تعالى الذي ينزل الغيث من السماء فترى الارض مخضره هكذا ربي عز وجل اعطانا القدره على نتامل في الملكوت ومن ثم نربط بينه وبين قدره الله الخلق فاطمه حنا كنا على قصه سيدنا موسى عليه السلام هل تعلمين أن سيدنا موسى عليه السلام في عهده جاءت واحد مرة بحالك حتى هي لي تقريبا 13 عام أو 14 عام ما كتولدش وحتى هي مشات عند الأطباء وحتى هي مشات العشابين ودارت كل ما في جهدها ولكن ربي ما عطاهاش فلما ذهبت عند بعض الأحبار بعض الفقهاء ديال ذاك الزمان قالوا لها الحل هو أنك في ملقة شي واحد من الصالحين اطلبي الله له أن يدعو لك الله فكانت مسكينه كتم غادي اللي لقاتو فيه الصلاح او توسمت فيه الصلاح كتقول ادعي معايا الله تعالى والناس كيدعيو معاها كيدعيو معاها ولكن النتيجه ما كايناش هي مع سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا موسى كيتسمى الكليم كليم الله كيتكلم مباشره مع الله وهو هو خير اهل زمانه اصطفاه الله تعالى على الناس برسالته قالت لي يا موسى انا محظوظ لقيتك اليوم وانت نبي الله وانت كليم الله وانت صفي الله يا سيدنا موسى كنطلب منك ادعو الله تعالى انت كتكلم مع الله مباشره قل لي يعطيني تنيا نصيبي من الاولاد يبشرني بالحمل القريب سيدنا موسى كان متواضعا وكان قريبا الى نبض الناس والى نبض العام ما كيمشي مع المسطاء كيدير لهم خاطرهم ومشى سيدنا موسى وطلع الى جبل طور في صحراء سيناء ذاك المكان المقدس الذي يكلم فيه ربه فقال لي يا رب هذيك المرأة كتطلب منك واحد الذرية وطلبتني واستطفتني باش نتوسط لي إليها يا رب ارزقها ارزقها واحد الذرية طيبة عطاش شي وليد ولا بنية فكان جواب الله تعالى قال لي يا موسى إن هذه المرأة عاقر ولن تلد رفعت الأقلام وجفت الصحف سيدنا موسى شد في راسه وقال مسكينة هذه المرأة شنو نقول لها رجع عنده وقال لها قال لك قال قال ربي عز وجل راكي كتبتي في كتبتي في اللوح بانك حاقر ولن تلدي لقد رفعت الاقلام وجفت الصحف لم ذكرت تبكي وكت وكتشعر بالضيم قالت لي يا موسى رجاء ارجع الى ربك واستعطفه مره ثانيه لعل الله تعالى يرحم ويعطيني ذريه طيبه فرجع سيدنا موسى الى المراه وقال له يا رب هذه المراه تبكي وتستعطفك يا ربي كما اكرمت كل الناس بالأولاد والبنات أكرمها بحمل قريب فأجابه الله تعالى يا موسى لقد سبق في اللوح المحفوظ أن هذه المرأة كتبت عاقر ولن تلد رفعت الأقلام وجفت الصحف فرجع موسى حزين وأخبر المرأة بالخبر لكن المرأة تبكي وتستعطف موسى يا موسى ارجع إلى ربك أطلبه مرة ثانية للمرة الثالثة سيدنا موسى يقول نفس الكلام وربنا يجيبه نفس الجواب وفي المرة الرابعة قال لها لا أستطيع أن أعود أستحي من ربي وقال لها اصبري وصابري هذاك أمر الله قسمة وقدر وانصرف عنها موسى بعد مرور شهور حوالي سنة سيدنا موسى يمر من نفس البلدة ويجد المرأة تحمل طفلا صغيرا جميلا والناس حولها متحلقين ينظرون إلى جماله وصفاء بشرته في واحد نور فتعجبوا سيدنا موسى اقترب شاف المراه عرفها قال لها انت اللي قلت لي بانك ما كتولديش وطلبت من الله تحملي قال لها من اين عطات على الطفل واش تبنيتيه قالت لا لقد ولدته من احشائي قال لها ما يمكن انت تبنيته قالت والله لقد ولدته من بطني سيدنا موسى واش يصدقها ولا يكذبها بغى يتحقق من الامر فعاد الى مولاه عاد الى ربه وقال يا رب ما شان تلك المراه لقد اخبرت باني بانها حاقر ولن تلد فقال له الله تعالى يا موسى فعلا هذه المراه سبق في اللوح المحفوظ انها لن تلد وقد رفعت الاكلام وجفت الصحف الا ان هذه المراه لم تياس من رحمتي وظلت تناجيني بالليل وتقول يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فغلب ارحم الراحمين قدري غلب ارحم الراحمين قدري كلمه ارحم الراحمين هي من اسماء الله الحسنى تغلب القدر تغلب كل شيء حتى لو كان القدر مسطورا فان الله تعالى يامر فيمحى القدر ويكتب بدله قدرا اخر يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فللفتنا عليك بهذه الوصية وصية أن ترددي في جوف الليل تقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وربنا سبحانه وتعالى سوف يكرمك بفضله وجوده فاللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أكرم أختنا فاطمة أكرمها بحمل قريب اللهم ارزقها ذرية طيبة اللهم بشرها بالتوأم بالذكر والانثى اللهم عاجلا غير اجل اللهم لها بالفرج وكل من كان ينتظر الانجاب او تعذر وتعسر عليه الحمل نسالك يا مولانا ببركة يا أرحم الراحمين وبجلال يا أرحم الراحمين وبقدرة يا أرحم الراحمين اللهم عجل بالفرج لكل عبادك المؤمنين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم واسال الله تعالى لك يا اختي فاطمه لوالدتك الشفاء من مرض الزهايمر نسال الله ان يشافيها سبحان الله العظيم مرض الزهايمر مرض غريب مرض النسيان انسان كيعود ينسى كل شيء ويا ما التقيت مع اناس كبار في السن في السبعين او الثمانين اصيبوا بالزهايمر نسوا حتى اسماءهم واسماء ابنائهم الا شيئا واحدا لا ينسى ابدا وهو القران الكريم علاج الزهايمر وقد اكتشفه العلماء وهو أن الإنسان يقرأ القرآن كلما قرأ القرآن الكريم يحميه الله تعالى من الزهايمر وإن نسي كل شيء لا ينسى كلام الله تعالى فعليكم أيها الأحباب الكرام أن تواظبوا على على قراءة القرآن فإنه مغدم للذاكرة ومقوم للفكر وكتبقى المعلومات الخزان ديال المعلومات كيبقى طري اللي بغى يحافظ على الذاكره ديالو بعد السبعين والثمانين حتى التسعين وتقد الذاكره صفيه شابه قويه ما عليه الا بتلاوه القران العظيم يحفظه من الزهايمر اللهم يا ربي ام للا فاطمه اللهم شافيها وعافيها اللهم ذكرها بكلمة لا إله إلا الله ذكرها بعقيدة التوحيد واجعلها يا ربنا من الذين لا خوف عليهم يحزنون وأسأل الله الكريم لفطنة لزوجك أن يكف عن التدخين راه التدخين كيكون من العصب اكيد ان ما عندكم وليدات والميمه ديالك مريضه في الزهايمر والزوج تغلب مع الزمان وكيبقى يخمم هنا وكيخمم هنا كيقول كي اجي نسعى جاره باش ننسي الهموم يظن بان السجائر تنسي الهموم وهي تزيد في الهموم وتهلك الصحه وتهلك الجيب وتزيد في في العقد والعياذ بالله فالانسان عوض انه ينسي بالسجائر احسن طريقه نسو بها الهموم وهي ذكر الله اعظم طريقه نسو بها الهموم ذكر الله كناخذ التسبيح كنبقى نذكر الله تعالى والامر المهم اللي بغي نسال الهموم نهائيا هو ينشغل بطلب العلم الشرعي اعظم سبيل ما يكونش عندك الهم ما مساليش ما عندكش الفراغ ما عندكش الاكتئاب ما عندكش القلق هو انشغل بطلب العلم الشرعي اعظم اعظم علاج اللي يبغى العلاج الكامل للدماغ للنفس للروح للعقل ل... لكل جوارحه ينشغل بطلب العلم الشرعي يقرأ يتعلم ويعلم يتعلم ويعلم هذا هو العلاج العظيم الأعظم فأسأل الله الكريم للفطنة من وادزم نسأل الله تلا أن يحفظك ويرعاك ويسعد قلوبكم وتحية كبيرة لكل ساكنة وادزم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله